شوف الهيئة الحقيقة تطرح عديد الإشكاليات، وسي زهير اليوم معناها حل الملف منها دخلنا في نوعية ولا في محتوى نتاع الهيئة اللي هي نذكره اللي هي آلية من آليات الانتقال والعدالة الانتقالية، يعني الناس الكل كنا متفقين كأحزاب سياسية ومجتمع مدني أنه مهم جدا نحلوا ملفات الماضي حتى نجموا ننطلقوا للمستقبل. لكن الإشكاليات اللي تحيط بها الهيئة شكلية بداية، يعني هذه هيئة تبين معناها بالممارسة إنه لا تخضع لأي معناها رقابة ولا لأي معناها حد يحدد لها ما هي حدودها. هذه هيئة معناها لاحظنا إن السيد زهير نقول إحنا عضو سابق، لكن المحكمة الإدارية معناها أقرت غير ذلك، لكن لم يطبق معناها إرجاعه بقية الأعضاء. يعني من حيث الشكل فما إشكالية، مجلس نواب الشعب معناها اللي يستمد سلطته مباشرة من الشعب معناها جاتوا الشكاوى ويقول انا راني ما نقدر نعمل حتى شيء، ما فماش حتى اطار قانوني يخليني نجم نتدخل معناها في الهيئه. من حيث المحتوى صحيح ان نشاطر معناها سي خليفه في اللي قالوا الكل اليوم، هالانتقائيه هذه راهي ما تخدمناش. الذاكره الوطنيه ذاكره كامله، ذاكره معناها ومتكامله، ما نجموش ننقزوا على بعض ملفاتها. راهو هذا دائما يبقي هنات اللي المستقبل انا عمرنا ما نجموا ننطلقوا له معناها بمصالحه حقيقيه. هذه هي المصالحة راهي مش كان آليات، فما عديد الآليات الأوجه نتاعها تختلف، لكن هات نتصالحوا مع تاريخنا بين بعضنا، نكشفوا الناس كل حقائقنا حتى أنه نجموا نمر. الحقيقة الهيئة فشلت في هذه الحقيقة والكرامة، المحصلة هزيلة جدا، هزيلة جدا. والحديث معناها ما أسيل من حبر ومن معناها ملتقيات ومن معناها انتشار في وسائل الإعلام، مشاكل الهيئة أكثر منه حل. هي جات باش تحل المشكلة يعني من الشعب التونسي بعد الثورة معناها، لكن تبين أن مشاكلها أصبحت أكثر، أصبحت كيني معناها عبء أكثر منها حل.